الاخوان والاخوات في هذا الفيديو غادي نكتشفوا كيفاش غادي نتسجلوا في المنصه ديال الدعم ديال السكن اللي طلقتها الحكومه اليوم جوج في شهر 1 2024 www.dam-السكن.ma. ف شنو هي المراحل اللي غادي ندوزو بها باش نتسجلوا ونستافدوا من هذا الدعم للسكن؟ فاول حاجه كيقول لك انك خاصك تدخل بهذه البوابه الالكترونيه ودير حساب خاص بك. من بعد غادي دير طلب ديال الاستفاده من هذا الدعم. من بعد غتوصل بواحد الاشعار كيقول لك الحاله ديالك ديال الطلب هذا، واش دايز مزيان ولا لا. من بعد اذا كان الطلب غادي هو هذاك كيكمل وكيستأنف الطريق ديالو عند الموثق، فالموثق هو اللي كيكمل الطوسي، ومن بعد كيكون عندك الرد واش الطلب ديالك مرفوض ولا مقبول. فغادي نشوفوا شنو هي الشروط. فاول حاجه شنو هو هذا البرنامج؟ قال لك هو واحد الدعم كيتمنح وكتوفر الدوله للناس اللي باغيين يشريو الدار باش يسكنوا فيها، يعني خصوها لسكن رئيسي ماشي سكن ثانوي، يعني مش هادي تشريها باش انك تكريها ولا، خصك تشريه باش تسكن فيه. شكون هي الفئات المستهدفه؟ قال لك هما المغاربه اللي عندهم جنسيه مغربيه، ما سبقش ليهم انهم استافدوا بشي حاجه من طرف الدوله في هادشي ديال السكن، وهذا السكن هذا اللي غادي يتشرى ما خصوش يكون فايت 70 مليون. ففي حالتي الا كان فايت 700 الف درهم فهنايا ما يمكنلكش تستافد من هذا الدعم هذا. قال لك خص يكون هذا السكن كيتوفر على رخصه السكن ابتداء من فاتح يناير 2023، يعني غيكون سكن جديد، وهذا السكن يكون موضوع بيع اول، وكيتكون من غرفتين على الاقل، يعني اذا كانت هذا السكن فيه غرفه واحده راه ما غاديش يتقبل. وخص هذا السيد اللي غيشري هذا السكن هذا يلتزم انه غادي يسكن فيه 5 سنوات من تاريخ ديال ابرام هذا العقد، وخاص يدار واحد العقد اللي كيتسمى عقد الوعد بالبيع بين هذا اللي عنده الدار وبين هذا اللي غيستافد من الدعم، وهذا العقد كيدار عند الموثق. فللاسف ما فلاش عفاو الساده العدول وعطاو هذا الشيء غير للموثقين. فالتساؤل اللي طرحوه نتوما شحال غادي تكون القيمه ديال الدعم هذا اللي تعطي الدوله؟ فالدوله قالت لك غادي نعطيو الدعم مقسم على جوج على حسب جوج ديال الفئات. الفئه اللي بغات تشري واحد الدار اللي بين 30 مليون حتى 70 مليون، بين 300 الف درهم حتى 700 الف درهم، فهاد الفئه هذه قالت لك الدوله غادي تعطيها 70 الف درهم ديال الدعم، يعني 7 مليون ديال السنتيم. وبالنسبه للفئه الثانيه اللي تاخذ الدعم طالع هي الفئه اللي تاخذ واحد السكن اللي القيمه ديالو خصها تكون اقل من 30 مليون، يعني 300 الف درهم. فالطلب شحال غادي يدوز باش انهم يقبلوه؟ قال لك هنايا غيردوا عليك في واحد المده لا تتجاوز 7 ايام. فهنا دابا غنمشيو نشوفوا كيفاش غادي نتسجلوا في هذا الدعم. فهنايا كما كتشوفوا المنصه غنخلي لكم الرابط في التعليق، كنجيو لهذا اللي بالخضر اطلبوا الاستفاده من الدعم المباشر للسكن، كنبركوا فيها وتنديروا وافق. فهاد المرحله هذه هي ديال الموافقه على البطاقه الوطنيه، خاصك ضروري تدخل التطبيق ديال هويتي الرقميه. فمن بعد ما كتيليشارجي التطبيق في الهاتف ديالك فهو كيطلب منك انك تسكاني واحد الكيو ار كود اللي كيتعطى لك في السيت ديال الدعم. فهنا ملي كتسكانيه وكدير البطاقه الوطنيه في الظهر، راه فيت شرحت هذا الشيء في واحد الفيديو على تطبيق هويه الرقميه، كيطلعوا لك كاع المعلومات ديالك وكدير لهم قبول. فمن بعد كطلع لك هذه ديال تمت المصادقه بنجاح. فمن بعد كيطلبوا منك انك تدخل الهاتف ديالك، فكيطلبوا منك انك تدخل الهاتف ديالك. من بعد ما كتدخل الهاتف كتوصل من واحد الكود فيه 4 ديال الارقام، فمباشره ما كتنقل الكود باش يتاكدوا ان هذا الهاتف هو الهاتف ديالك. فكيقولوا لك انك دير المود باس ديالك باش تبقى تدخل الحساب ديالك، حيت هنا راه كتكري واحد الحساب باش تقدر تدخل. صافي، من بعد ما كيتنشا الحساب تيقول راه تم انشاء الحساب بنجاح. فمن بعد المرحله كدوز باش دير الطلب ديالك. فهنا كتدخل باش انك تختار الجهه والعماله ديالك والاقليم وكدير التالي. ففي هذه الخطوه هذه كيطلبوا منك انك تدخل الثمن ديال هذاك السكن اللي غادي تشري، واش كيقل على 30 مليون ولا كيفوت 30 مليون حتى 70 مليون. فهنا باش يحددوا الدعم اللي غادي يعطيوك. فهنايا في حالتي الا كنتي نتايا من الناس اللي كاينين في الخارج، الجاليه المغربيه مقيمه بالخارج، كدير انا مقيم في الخارج. فانا بالنسبه للناس اللي تسجلوا في السجل الاجتماعي الموحد فانا يدخلوا الرقم ديالهم في السجل الوطني باش يتاكدوا ان هذا السيد هذا محتاج هذا الدعم. فكتبقى هذه اخر مرحله كتشوف المعلومات اللي صرحتي بها واش صحيحه ولا غلطه باش ترسل الطلب ديالك.